في مكان سري من أرض مصر وفي زمن من أزمنة المستقبل، يوجد مقر إدارة المخابرات العلمية المصرية برئاسة القائد الأعلى، الذي اختار أكفأ ضابط في الإدارة لتكوين فريق علمي للدفاع عن أمن مصر ضد الأخطار الكونية. تحرك باب حجرة القائد الأعلى للمخابرات العلمية في صمت، وبدا على عتبة الباب الدكتور عبد الله مدير إدارة الأبحاث التابعة للمخابرات العلمية، الذي بدا يائسا محبطا، فأشار إليه القائد الأعلى بالدخول وهو يسأله في مزيج من القلق والاهتمام: هل توصل فريقك إلى أي نتائج يا دكتور عبد الله؟ أوم الدكتور عبد الله برأسه إيجابا ومط شفتيه وهو يتجه نحو مكتب القائد الأعلى ويلقي جسده فوق مقعد مقابل له. وعلى الرغم من أن إجابته كانت توحي بالنجاح، إلا أن ملامحه كانت تفتقر إلى أي دلالة من دلالات الظفر، مما دعا القائد الأعلى إلى أن يكرر سؤاله في قلق متزايد: هل توصلتم إلى أي نتائج؟ ظفر الدكتور عبد الله في عمق قبل أن يقول في يأس: نعم، ولكنها ليست مشجعة على الإطلاق. سأله القائد الأعلى في توتر: وكيف؟ أجابه الدكتور عبد الله في ضيق: لقد درسنا كل الأفلام المجسمة التي صورت معركة مقاتلتنا مع المقاتلة الفضائية المجهولة، وتلك التي التقطت لسفينتها الأم قبل أن تتعطل كل أقمارنا الدفاعية، ولقد أثبتت دراساتنا أن الأسلحة التي تواجهها من طراز مخيف شديد القوة والبأس، وأنه يعود إلى تكنولوجيا فائقة التطور. أكد أكثر علماءنا تفاؤلا أننا لن نتوصل إليها قبل القرن 30 على الأقل. هتف القائد الأعلى في ذعر: يا إلهي، هذا يعني أننا نعجز تماما عن مواجهة تلك المقاتلة. أومى الدكتور عبد الله برأسه إيجابا في أسف وهو يغمغم: هذا صحيح. عاد القائد الأعلى يغمغم في ارتياح: يا إلهي. تنهد الدكتور عبد الله مرة أخرى في عمق، ثم قال في اهتمام مشوب بالقلق: الأكثر مدعاة للخوف هو أن دراساتنا تشير إلى أن هذه المقاتلة التي دمرت ماء من مقاتلتنا والتي نعجز عن مواجهتها إلى هذا الحد مجرد مركبة استكشافية يقتصر عملها على دراسة كوكبنا قبل وصول باقي قوات الغزو. هتف القائد الأعلى: باقي القوات؟ هل تعني أنه سوف يتم غزو فضائي لكوكبنا؟ أومى الدكتور عبد الله برأسه موافقا واضطرب صوته وهو يقول: نعم، إنه غزو، غزو لن يمكننا التصدي له أبدا، إنها نهاية كوكب الأرض. صوب نور فوهة مسدسه الليزري إلى اللوحة وأطلق الأشعة، وانفجرت لوحة التشغيل، انفجرت بلا صوت أو ضجيج، فقط تحولت إلى فتات أشبه بذرات الرمل، ثم تلاشت دفعة واحدة. الصوت الوحيد الذي تعالى في تلك اللحظة هو صوت صرخة بودن الغاضبة التي انخلع لها قلب سلوى وهي تنقل بصرها في رعب بين وجه زوجها وعيني بودن اللتين تحولتا إلى قطعتين غاضبتين من جمر بنفسجي ملتهب. واندفع بودن نحو مركبته فصرخت سلوى: اهرب يا نور اهرب! وقبل أن يقفز نور خارج المركبة قفز بودن إليها، والتقت عينا رجلي المخابرات، التقت عينا نور رجل الأرض بعيني بودن الغاضبتين المشقوقتين كعيون الثعابين. وفي مبادرة سريعة رفع نور فوهة مسدسه الليزري نحو وجه بودن الذي بدا له في تلك اللحظة أبشع الوجوه في العالم أجمع، ولكن قبضة بودن تحركت في سرعة فائقة وهوت على فك نور بلكمة قاسية، انتزعت هذا الأخير من مكانه وألقت به خارج المركبة.
وعبر الوهج البنفسجي الذي لم يخبئ بالانفجار لوحة التشغيل، ووقع نور على الأرض. وفي هدوء أطل بودن من المركبة على نور الذي استلقى أرضا وهو يشعر بآلام مبرحة في فكه وفي كل عظمة من عظامه، وسقط قلب رفاقه بين أرجلهم، وقد أيقنوا جميعا من أنها النهاية، نهاية الرائد نور. من حسن حظ نور ومن حسن حظ فريقه كله أن بودن كان يعتبرهم مجرد مخلوقات بدائية، من اليسير أن يمحوها بتكنولوجيته المذهلة، لذا فهو لم يهتم بقتل نور في تلك اللحظة، وإنما عاد إلى مركبته يفحصها في اهتمام ليقدر حجم التلف الذي أحدثه بها نور. ولم يصدق نور أن الفضائي قد تجاهله، ولكنه انتهز الفرصة فقفز واقفا على قدميه وأسرع نحو رفاقه، واستقبلته سلوى باكية هاتفة: حمد لله على سلامتك يا نور، حمد لله، لقد تصورت أنني سأفقدك إلى الأبد. أجابها نور في انفعال: ليس بعد يا عزيزتي، يبدو أن ذلك الفضائي لم يشأ قتلي. غمغم رمزي في توتر شديد: بل هو لم يبال يا نور، فلقد اختبر إمكاناتنا وبات يعتبرنا مجرد حشرات يمكن سحقها في أي لحظة يشاء. التفت إليه نور قائلا في حنق: إنك تثير غيظي بتلك المصطلحات التي تستخدمها يا رمزي. بصراحة، أجابه رمزي في حدة، إنني أحاول التحدث بلسان وعقليته يا نور. هتف نور في عصبية: حسنا حسنا، سنثبت له أنه حتى الحشرات تقاتل من أجل حريتها وبقائها. غمغم محمود في توتر: كيف يا نور؟ لقد رأيت بنفسك أننا لا نساوي شيئا أمام أسلحته المذهلة. صح به نور في غضب: أنفض عنك روح اليأس يا محمود، أنفض عنكم جميعا ذلك الاستسلام البغيض، وتذكر عبارتك يا محمود حينما قلت إنك تفضل الموت على الفرار من عدو يسعى لاغتصاب وطنك. إننا سنقاتل يا رفاق، سنقاتل لو اضطررنا إلى أن نقاتل بالعصي والحجارة. انتقل حماسه إليهم فهتفوا في آن واحد جميعا: نعم يا نور، إننا سنقاتل. نقلت أجهزة بودن إليه ذلك الحديث الذي يفيض حماسا وإصرارا، إلا أنه لم يعر الأمر التفاتا، وهو يخرج من فجوة سرية بالمركبة لوحة تشغيل إضافية ويعالجها في مهارة وسرعة ليستعيد بها عن تلك التي دمرها نور. لقد فهم كل حرف نطق به نور ورفاقه، ولكنه لم يهتم، فقد كان ما يزال يعتبرهم مجرد مخلوقات بدائية تافهة يسهل عليه إبادتهم وقتما يشاء. إنه حتى لم يشعر بالغضب، فهو يتوقع في كل مهمة أن يواجه بعض الخسائر، وكان ما حدث يعد أقل خسائر متوقعة أو مألوفة بالنسبة لما واجهه سابقا في كواكب أخرى. على الرغم من أن استبدال لوحة التشغيل كان يحتاج منه إلى نصف ساعة كاملة، وفي أعماقه قرر أن يصلح مركبته أولا ثم يلتفت إلى تدمير نور ورفاقه، ولقد قرر أن يدمرهم تدميرا كاملا. همست سلوى لنور وهو يقود الفريق نحو مستشفى حورس المركزي: ماذا تتوقع أن نجد في المستشفى يا نور؟ أجابها في اكتضاب: أسلحة. هتف رمزي في دهشة: أية أسلحة؟ إنه مجرد مستشفى وليس مخزنا للجيش. ظفر نور في حنق ثم التفت إلى سلوى يسألها في حدة: هل يمكنك صنع جهاز شوشرة صوتي في أقل وقت ممكن؟ أشارت إلى ساعتها وهي تغمغم في دهشة: إنني أحمل واحدا باستمرار، ولكن لماذا؟ انحنى دون أن ينبس ببنت شفة وضغط زرا في ساعتها، ثم تنهد في ارتياح قائلا: لأنني أعتقد أن ذلك الفضائي الوغد يلتقط كل كلمة نتفوه بها ويفهمها جيدا، بدليل أنه يتحدث بلغتنا، والخطوة الأولى لمقاتلته هي منعه من سماع حديثنا. وظفر مرة أخرى قبل أن يستطرد في حزن: بعدها يمكننا أن نبذل أرواحنا في سبيل الوطن.
بل في سبيل كوكبنا كله. تربط أجهزة بودن وامتنعت عن نقل حديث نور ورفاقه إليه بعد أن بدأ جهاز سلوى عمله، وبث هذا بعد الحنق في أعماقه، إلا أنه لم يتوقف عن العمل في لوحة التشغيل الإضافية حتى يعيد القوة المحركة إلى مركبته التي هي سلاحه الأول في مواجهة الأرضيين. وبينما هو يصلح لوحته ويعدها، راح يملي الجزء الأخير من تقريره على المكعب الأزرق التالي قائلا: من الواضح أن بعض سكان سينا 3 يتمتعون بروح قتالية مقبولة، فالكائنات الأربعة الباقية في المدينة ما زالت تواصل محاولتها لمواجهتي، ولكن أساليبهم بدائية للغاية بل وتافهة، وكان يمكنني قتلهم منذ اللحظة الأولى، ولكنني فضلت تركهم بعض الوقت لدراسة أساليبهم ومحاولتهم باعتبار أنهم أفضل عينة تم العثور عليها حتى الآن، فقد نجحوا في فهم تكنولوجيا المركبة وأصابوها ببعض التلف، لكنه تلف قابل للإصلاح، وسأمنحهم فرصة العثور على وسيلة جديدة للقتال حتى أنتهي من إصلاح المركبة. وابتسم في سخرية وهو يستطرد: وبعدها سأسحقهم سحقا. تلفتت سلوى حولها داخل معمل مستشفى حورس المركزي وهي تقول في حيرة: أين الأسلحة التي تتحدث عنها نور؟ أجابها نور وهو ينتقي بضع زجاجات من أرفف المعمل: ها هي ذي يا سلوى، قنابل المولوتوف والنيتروجليسرين. صعقت إجابته رفاقه، فاتسعت عيونهم في دهشة واستنكار وتسمروا في أماكنهم لحظة، ثم هتف محمود في حنق: هل تعني أننا سنقاتل رجلا يحمل أسلحة تكنولوجية رهيبة ببعض الكيماويات التي لم يعد أحد يقاتل بها منذ النصف الثاني من القرن العشرين؟ ابتسم نور في هدوء وهو يقول: هناك أيضا جهاز ليزر قوي في قسم الجراحة بالمستشفى، وقطعه رمزي في حدة. وإيه يا نور؟ لقد رأيت بنفسك أن هذا الغازي لا يتأثر بالليزر مطلقا. أشار نور إلى رأسه وهو يقول: معركتنا هذه المرة لم تعتمد على نوع السلاح يا رفاق، ولكن على خطة العمل. قالت سلوى في توتر: ماذا تعني يا نور؟ ابتسم في خبث وهو يقول: لقد أثبت ذلك الفضائي أنه الأكثر قوة فيما يتعلق بالأسلحة، ولكننا سنثبت له أننا ما زلنا الأقوى بالنسبة للذكاء. ثم اكتسى صوته بالصرامة وهو يستطرد: سنغير مسار المعركة هذه المرة يا رفاق، سنحولها إلى معركة يخوض فيها الذكاء وحده حربا قاسية ضد القوة، معركة القوة والذكاء. انتهى بودن تقريبا من إعداد لوحة التشغيل الإضافية واستعد لتركيبها في المكان المحدد لها في كابينة القيادة وهو يغمغم في هدوء: مرحى أيها الأرضيون، لقد أصبحت نهايتكم وشيكة. لم يكد يتم عبارته حتى سقطت زجاجة صغيرة تحوي سائل النيتروجليسرين على بعد متر واحد من مركبته، ودوى انفجار شديد ارتجت له الداخل، إلا أنها لم تصب بخدش واحد. فرفع بودن عينيه في دهشة في نفس اللحظة التي دوى فيها انفجار آخر على الناحية الأخرى لمركبته، فمد شفتيه في ازدراء وهو يقول في غضب: يا للسخافة، إن مركبتي لن تتأثر مطلقا بتلك الأسلحة البدائية. وما آخر حروف عبارته اخترقت زجاجة من قنابل المولوتوف، ذلك الوهج البنفسجي الذي يحيط بالمركبة، واحتطمت بها فانفجرت وسال منها الكحول المشتعل ليغمر الجزء الذي حدث فيها الانفجار. فابتسم بودن في سخرية وهو يقول: يا للغباء، هل يتصورون أن تخيفني النار؟ توالت الانفجارات أمامه وهو يراقبها في سخرية وازدراء، حتى انتبه فجأة إلى صوت أشبه بالفحيح يأتي من خلفه، فالتفت إليه في حركة حادة وتطلع في استخفاف إلى خيط من أشعة الليزر ينطلق من مبنى قريب ويخترق الأرض خلف مركبته صانعا نصف دائرة. وفي هدوء صوب بودن
قضيبا صغيرا نحو المصدر الذي تنطلق منه أشعة الليزر. فانطلقت من القضيب أشعة أرجوانية أصابت جهاز الليزر في الفقرة، فانفجر في قوة محطما شرفة المبنى الذي كان يحتضنه، ولكن الصوت الأشبه بالفحيح لم يتوقف. وعاد بودون يلتفت إلى الأمام وضاقت حدقتاه في حيرة حينما شاهد خيطا آخر من أشعة الليزر يكمل حفر الدائرة حول مركبته من مبنى آخر. فتساءل مغمغما، ما الذي يستهدفه هؤلاء الكائنات من ذلك؟ لم يحاول تدمير جهاز الليزر الثاني هذه المرة، وإنما راح يتابع عمله في شغف وفضول، حتى شعر فجأة بارتجاج شديد وباهتزاز عنيف، فهب من مكانه وتطلع إلى الأرض تحت مركبته في توتر. وهنا فقط علم بودن ما الذي كان يستهدفه نور ورفاقه. لقد كانت مركبته تستقر فوق سطح ممر ضخم ينطلق داخله مترو الأنفاق عادة بين أحياء المدينة الجديدة. ولقد أدرك نور ورفاقه هذه الحقيقة، فعملوا على أن يسقطوا مركبته في ذلك الفخ، ولقد نجحوا. لقد شتت انتباه بودون بانفجاراتهم وشقوا الأرض حول مركبته، فهوت المركبة داخل النفق. لم تتحطم المركبة بالطبع، ولكنها خرجت من دائرة الصراع مؤقتا، وارتج جسد بودون في قوة وامتلأت أعماقه بالغضب والحنق حينما ارتطمت مركبته بقعر الممر. كان يعلم أن مركبته لن تتعرض لأدنى سوء من جراء الارتطام، ولكن مبعث غضبه وحنقه هو أن تلك المخلوقات التي كان يعتبرها مجرد مخلوقات بدائية قد نجحت في خداعه، وقد بقي في مركبته صامدا يشتعل بنيران الغضب وقنابل المولوتوف والنيترو جيليسرين تسقط من الفجوة التي سقط منها لتنفجر على جدران المركبة وحولها. وقرر بودن أن يعدل خطته، قرر أن يبدأ بالتخلص من نور وفريقه ثم يكمل إصلاح مركبته على مهل. وفي غضب أخرج بودن من مركبته قفازين سميكين تنتهي أطرافهما بأقراص صغيرة لامعة وارتداهما في كفيه، ثم أخرج خوذة ضخمة ثبتها فوق رأسه في إحكام، ثم اختبر قدراتها وأسلحتها في سرعة وغادر المركبة، ثم قفز قفزة مذهلة ليعبر الفجوة ويستقر على حافتها الخارجية وسط ساحة المدينة، ووقف ثابتا جامدا كتمثال من الصلب حتى بدأت الأجهزة المتطورة الفائقة التي تحويها خوذته في تنقية الأصوات وإلغاء فاعلية جهاز الشوشرة الذي تخفيه سلوى في ساعته. ثم نقلت إليه صوت نور واضحا وهو يقول لرفاقه، يبدو أننا قد أثرنا غضب ذلك الفضائي، فقد تأهب لمقاتلتنا في زي يشبه فرسان العصور الوسطى من القرن العشرين. أدار بودون عينيه إلى مصدر الصوت ونقلت إليه أجهزته صوت سلوى المرتجف وهي تقول، إنه يبدو مخيفا حقا في هذا الزي يا نور. رفع بودون كفه ذات القفاز نحو المبنى الذي يأتي منه الصوت وغمغم في صرامة، إنكم لم تشاهدوا الخوف الذي يمكنه أن يلقي في قلوبكم بالرعب. وبانقباضة بسيطة لأصابعه تألقت الأقراص الصغيرة في أطراف القفاز، ثم انطلقت منها شرارات كهربائية قوية أشبه بالبرق، وهوت على ذلك المبنى الذي يختبئ داخله نور ورفاقه. هوت صاعقة بودن على جدار المبنى فنسفته نسفا وأطاحت بنور ورفاقه إلى الجدار المقابل، وأصابتهم شظايا الأحجار بجروح متفرقة. وهتفت سلوى في ذعر، يا إلهي لقد عرف موقعنا. قفز نور واقفا على قدميه وعاون رفاقه على النهوض وهو يغمغم في توتر، يبدو أن تلك الخوذة تتيح له سماع حديثنا. صح محمود في زعر، رباه هذا يعني أنها نهايتنا. دفعهم نور أمامه وهو يعدو مبتعدا عن المكان صائحا، اجروا يا رفاق، لا تسمحوا لذلك الفضائي الوغد باصطيادكم، والتزموا الصمت تماما حتى نحرم ذلك المحتل من سلاحه. انطلق الجميع يعدو بأقصى سرعة ممكنة
في نفس اللحظة التي هوت فيها صاعقة أخرى من صواعق بودون على المبنى فأطاحت بجداره المقابل في انفجار هائل، وغادر نور ورفاقه المبنى من مخرجه الخلفي وانطلقوا يعدون نحو مبنى آخر بعيد، على حين واصل بودون إطلاق صواعقه على المبنى الأول حتى دكه دكا، ثم توقف وتلفت حوله وكأنما يحاول التقاط حديثهم مرة أخرى. والتصق الجميع بجدار المبنى الذي انتقلوا إليه وحبسوا أنفاسهم، وودوا لو أمكنهم إيقاف نبضات قلوبهم حتى لا يصدر عنهم أدنى صوت يمكنه أن يرشد بودون إلى مخبأهم. وتساءل بودون أين ذهب نور ورفاقه، إلا أن تساؤله لم يطل، فقد ضغط زرا صغيرا في خوذته فتحولت شاشته إلى اللون الأحمر، وبدأ جهاز اللاقة الحراري داخلها يعمل وهو يواصل التلفت حوله بحثا عنه. والتقط جهازه حرارة أجساده وتبين له مخبأهم، فابتسم في سخرية وهو يغمغم: لا فائدة يا كائنات سينا ثلاثة، لن تفلتوا من بودون أبدا. ثم رفع كفه نحو مخبأهم الجديد وأطلق صاعقة أخرى. فك المبنى كله إثر صاعقة بودون، وتهاوى الجدار المحطم وباقي الجدران تهاوت على إثرها متهالكة. فعاد نور وفريقه يواصلون عدوهم وفرارهم ذلك العدو المخيف، وعجزت سلوى عن مواصلة الصمت فصحت في رعب: كيف توصل إلينا هذه المرة؟ أجابها محمود وهو يلهس: يبدو أن خوذته تحوي لاقة حرارية يا سلوى. توقف نور بختة وهو يهتف: لاقة حراري؟ هوت في تلك اللحظة صاعقة أخرى من صواعق بودون فألقى بهم الانفجار أرضا، ولكن نور قفز وقفا على قدمي وهو يهتف في انفعال: هل بقيت مع أحدكم واحدة من قنابل المولوتوف؟ ناوله رمزي زجاجتين صغيرتين وهو يقول في توتر: ما زلت أحتفظ باثنين. اختطفهما نور من يده في لهفة وأشعل فتيلهما بمسدسه الليزري، ثم ألقاهما بعيدا في قوة فانفجرتا واشتعل اللهب. فصاح محمود وقد تهللت أساريره: لقد فهمت يا نور إنك تبطل عمل اللاقة الحراري بحرارة شديدة. وضع نور سبابته على فمه محذرا وهو يهمس: شش، وعلينا أن نبطل سلاحه الآخر بالصمت يا محمود. عاد الجميع يلوذون بالصمت وهم يواصلون عدوهم، وعلى بعد 100 متر منهم غمغم بودون وهو يتحدث إلى المكعب الأزرق: لقد أظهرت الكائنات الأربعة ذكاء جيدا هذه المرة، فقد أدركوا الوسيلة التي عثرت عليهم بواسطتها وأبطلوا مفعولها بأسلوب ذكي فعال على الرغم من بدائيته، لكنني ما زلت أملك وسيلة جديدة للعثور عليهم وسأعمل على اختبارها فورا. وبتخطى رقيقة على زر آخر في نهاية الخوذة ارتفع فوقها مستطيل معدني صغير راح يدور حول نفسه في بطء وهدوء، واصطبغت شاشة الخوذة بلون برتقالي، ثم ارتسمت عليه 4 أشكال حمراء تعدو في سرعة. فرقع بودون كفه ثم أشار نحوها وأطلق صاعقة جديدة. كان الانفجار عنيفا هذه المرة، فقد ألقى أجساد نور ورفاقه عاليا قبل أن يسقطوا أرضا، وتآوهت سلوى في ألم وهي تقول: لا فائدة، لقد كشف أمرنا أيضا. سألها نور في حيرة: كيف اكتشف أمرنا؟ اعتدلت جالسة في صعوبة وهي تغمغم: لا شك أنه يمتلك وسيلة أشبه بالرادار، الرادار العادي الذي يعتمد على إرسال موجات ثابتة منتظمة ترتد عند اصطدامها بأجسام صلبة، ولكن من الواضح أن راداره من نوع خاص يلتقط فقط الأجسام الحية أو المتحركة. قال محمود في ألم: لا فائدة، إنه سيصفر بنا مهما حاولنا. انعقد حاجب النور في غضب وصرامه وهو يقول: هذا لا يعني أن نستسلم يا رفاق. ثم نهض في حزم مستطردا: وأصلوا فراركم، أما أنا فسأتبع خطة نابليون.
ثم انطلق يعدو في الاتجاه المضاد، فهتفت سلوى في ارتياع: نور، إلى أين؟ هتف بها رمزي: لا تتوقف يا سلوى، فلنواصل عدونا نحن حتى لا نفسد خطة نور. انفجرت في تلك اللحظة صاعقة أخرى عند أقدامهم، فقذفت أجسادهم عليهم مرة أخرى وألقتهم أرضا على بعد 3 أمتار. فصرخ رمزي: واصلوا الفرار يا رفاق. قفز الثلاثة على أقدامهم مرة أخرى وانطلقوا يعدون بأقصى سرعة، على حين هتفت سلوى في هلع: وماذا عن نور؟ ما الذي كان يعنيه بخطة نابليون؟ أجابها رمزي في صوت لاهث: إنها الوسيلة الوحيدة الباقية يا سلوى، ولقد أدرك نور ذلك. صرخت في مرارة: وما هي هذه الوسيلة؟ أجابها في حزم: الهجوم يا سلوى، لقد كان نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهير يؤمن بمبدأ واحد، وهو أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. كان بودون يتساءل في حيرة عن أين ذهب الكائن الأرضي الرابع، ولكنه لم يكد يسمع عبارة رمز الأخيرة حتى أدرك أين هو. ففي نفس اللحظة التي فهم فيها بودون عبارة رمزي، انقض عليه نور من الخلف بعد أن تسلل إليه في براعة، وفي مواجهة مباشرة صريحة اشتبك مندوب كوكب أرغوران مع مبعوث كوكب الأرض. نهض الدكتور عبدالله واقفا في احترام حينما فوجئ بالقائد الأعلى يدلف إلى مكتبه ووجهه يحمل علامات الاهتمام والقلق، فغمغم في حيرة: مرحبا بك في مكتبي أيها القائد، هل هناك من جديد؟ أجابه القائد الأعلى في حزم: أجل يا دكتور عبدالله، هناك الكثير. ثم وضع أمامه بضع صور فوتوغرافية مستطردا في اهتمام: لقد التقط رجالنا هذه الصور لما يحدث في حورس. هتف الدكتور عبدالله في دهشة وهو يلتقط الصور: كنت أظن أن أشعة تلك المقاتلة الفضائية تمنع التقاط أي تصور. أجابه القائد الأعلى: لقد كشفنا بالمصادفة أن هذا ينطبق على الصور الهولوغرافية المجسمة التي تعتمد على أشعة الليزر، ولكنه لا ينطبق على التصوير الشمسي العادي. أومى الدكتور عبدالله برأسه متفهما وراح يفحص الصور في إمعان، ثم لم يلبث أن هتف في انفعال: يا إلهي، متى تم التقاط هذه الصور؟ أجابه القائد الأعلى: منذ ساعة واحدة. هتف الدكتور عبدالله: ولكن هذه الصور تعني أن نور وفريقه ما زالوا على قيد الحياة، أو أنهم كانوا كذلك منذ ساعة على الأقل، وأنهم يقاتلون في شراسة، وأن خصمهم ليس سوى رجل واحد. أومى القائد الأعلى برأسه إجابا وقال: هذا صحيح، إنه مقاتل واحد، ولكنه مقاتل خرافي يعجز جيش كامل عن مواجهته. صح الدكتور عبدالله: ولكنهم يواجهونه وحدهم. تنهد القائد الأعلى وهو يقول: نعم، وإن كنت لست أدري لماذا فعلوا ذلك، لقد كانت مهمتهم تقتصر على جمع المعلومات، فلماذا لجوا إلى القتال المباشر؟ هز الدكتور عبدالله كتفيه وهو يقول في ثقة: لا ريب أن ذلك كان حتميا، فنحن نعلم أن الرائد نور يواجه الأمور دائما بحكمة. شرد القائد الأعلى ببصره وهو يغمغم: هذا صحيح. وصمت لحظة ثم قال في قلق: ولكن ذلك جعل الأمر يتخذ بعدا جديدا، فلقد أصبحت المواجهة الآن مباشرة بين الأرض وكوكب ذلك المقاتل الفضائي المجهول. لم يتذكر نور تلك اللكمة الهائلة التي وجهها إليه بود من قبل داخل مركبته، والتي تشف عن قوة خارقة يتمتع بها ذلك الأرغوراني، إلا بعد أن اشتبك معه بالفعل. ولقد كانت انقضاضة نور ناجحة إلى حد أنها أفقدت بودون توازنه فسقط أرضا، وسقط نور فوقه. ولكن الخطوة التالية كانت فاشلة تماما، فقد دفع بودون نور في قوة وألقاه بعيدا، ثم نهض واقفا واستدار يواجه نور في صرامة. وازدرد نور لعابه أمام ذلك المشهد المخيف وتلك القوة الخارقة، ثم عاد يقف على قدميه ويحاور بودون في حركات مستمرة سريعة،
ولكن بودون كان صاحب الانقضاض هذه المرة، وفي حركة فائقة السرعة وجد نور نفسه بين براثن بودون الذي رفعه عاليا في خفة وقوة، ثم قذف به أرضا في عنف. فارتطم ظهر نور بالأرض في قوة، وشعر بآلام مبرحة في عموده الفقري، وأدرك استحالة النصر على مثل ذلك الخصم، وأيقن من هلاكه لا محالة. لا أنه عاد يقف ويواصل القتال، كان يفعل ذلك على الرغم من يأسه من الظفر، لأنه كان يعلم أن الأمل الوحيد في نجاة رفاقه يكمن في مواصلة القتال إلى أطول مدة ممكنة ليتيح لهم فرصة الفرار من ذلك المقاتل الشرس. وفجأة اتسعت عين نور في ذعر حينما وقع بصره على رفاقه الذين حسموا أمرهم وقرروا ألا يتركوه وحده، فعادوا أدراجهم ليسهموا معه في قتال بودون. وصرخ نور في هلع عندما شاهدهم يقتربوا: كلا ابتعدوا! ولكنه أدرك بعد أن انطلقت صرخته أنه كان على خطأ، فقد نبهت صرخته بودون إلى وجود من ينقض عليه من الخلف، فاستدار يواجه رفاق نور. وهنا أطلق نور صرخة قتالية هائلة وانقض على بودون في شراسة فهد جائع مفترس، وبكل ما يملك من قوة ضم نور قبضتيه وهوى بهما على مؤخرة عنق بودون. وترنخ بودون لحظة ثم استعاد توازنه في سرعة ودار على عقبيه، ولكم نور لكمة هائلة أطاحت به لثلاثة أمتار وألقته أرضا في عنف. وانتزع بودون كرة معدنية براقة من حزامه وضغطها بأنامله، فانطلقت من حولها فقاعة اتجهت في سرعة نحو محمود ورمزي وسلوى الذين تسمروا في فزع واتسعت عيونهم في ذعر. قبل أن يتخلوا عن جمودهم أحاطت بهم الفقاعة وسجنتهم داخلها في إحكام. وصرخ نور في لوعة حينما رأى زوجته ورفيقيه داخل ذلك السجن المخيف، وقفز وقفا على قدميه وهو يهتف في غضب: سأقتلك أيها الفضائي، أقسم أنني سأقتلك. التفت إليه بودون في برود ثم ضم كفيه فتألقت كل أطراف قفازيه دفعة واحدة، وانطلقت منها موجة زرقاء عنيفة ارتطمت بجسد نور فأطاحت به على الأرض، وارتج مخه داخل جمجمته في عنف، وشعر ببرودة الثلج تعتريه وأظلمت الدنيا من حوله، ثم سقط كقطعة واحدة من الحجر. وابتسم بودون في سخرية وظفر، واتسعت عيون رمزي ومحمود في رعب هائل، وصرخت سلوى في ارتياح: ولقد انتهت المباراة وانتصر كوكب أرغوران. سبح جسد نور بلا توازن أو نظام في بحر هائل من الظلام الدامس، بحر مخيف رهيب. ومن بعيد بعيد جدا ظهرت نقطة دقيقة مضيئة، وأخذت تلك النقطة تكبر وتكبر، وكأن نور يقترب منها في سرعة كبيرة، أو كأنها هي التي تقترب. وتحولت النقطة إلى دائرة ثم إلى كرة، كرة ضخمة تشع بضوء مبهر جعلها تبدو أشبه بشمس تهوي أو يهوي إلى قلبها نور. وفجأة توقفت تلك الشمس وغمر ضوءها كل شيء ثم اختفت. اختفت ليظهر مكانها شخص واحد، بودون. واستعاد جسد نور توازنه بختة، ووقف نور على قدميه، أو بمعنى أدق اعتدل وأصبح يواجه بودون. وفي هدوء وبرود رفع بودون كفه ذات القفاز المخيف نحو نور، وتألقت أطراف قفازه، وأدرك نور أن عليه أن يعدو وأن يبتعد أو يقضي نحبه بصواعق بودون. وحاول نور أن يبتعد ويتفادى الصاعقة القاتلة، ولكن قدميه كانتا ثقيلتين مصمرتين كأنهما منغرزتان في أطنان من الصخور والفولاذ، ولم تعد هناك فائدة. وأطلق بودون صاعقته نحو رأس نور مباشرة، وانتفض جسد نور في قوة ثم استعاد وعيه دفعة واحدة. ظل جسد نور يرتجف لحظات من أثر ذلك الانفعال الشديد الذي
رآه في كابوسه البشع، واتسعت عيناه وهو يتطلع إلى المشهد الماثل أمامه مجدوها، وخفق قلبه في عنف حينما رأى زوجته وزميليه يهبون من أماكنهم داخل تلك الفقاعة اللامعة التي أحاطهم بها بود ويتطلعون إليه في لهفة وارتياع، ورأى الدموع تنهمر من عيني سلوى وشفتيها تغمغمان بشيء ما عزلته جدران الفقاعة عن مسامعه، وسمع من خلفه صوتا رنانا يبدو وكأنه يأتي من أعماق سحيقة يقول في برود: لقد استعدت وعيك بسرعة أيها الرائد الأرضي. أراد نور أن يلتفت إلى مصدر الصوت، إلا أن محاولته نبهته إلى أنه مقيد في إحكام إلى ذلك المقعد المخملي الذي يجلس فوقه، وأن عنقه محاط بشريط صلب ناعم، وأن هناك غلاف لدن شفاف يحيط برأسه ويمنعه من تحريكه. ومن طرف عينيه لمح نور بودون يأتي من خلفه إلى جواره، ثم يسير إلى مواجهته ويخفض عينيه إليه، والتقط مرة أخرى عين نور بعيني بودون الذي ظل يتأمل نور في لحظات، ثم قال في هدوء: لقد انتزعت من رأسك كل ما أريد معرفته أيها الأرضي، وعلمت أنك تحتل مركزا متميزا في كوكبك، وأنك مثلي تعمل لحساب جهاز مخابرات. غمغم نور في حنق: كلا يا بودون، إننا نختلف كثيرا. لم يكد نور ينطق عبارته حتى اعترته دهشة عارمة، لقد أدهشه أنه خاطب بودون باسمه الذي بدا له لحظة النطق به عاديا مألوفا، على الرغم من أنه لم يسمع بودون يتفوه به من قبل. وأدهشه أكثر أنه قد خاطب بودون بلغة عجيبة، لغة لا مثيل لها على كوكب الأرض، لغة أرغوران. وتجلت دهشته في ملامحه، فابتسم بودون قائلا: لا تجعل هذا يدهشك، إنني أتحدث إليك منذ أن استعدت وعيك بلغتي أنا، فلقد استخدمت جهازي لينقل من رأسك كل المعلومات اللازمة لنا، ويضيف إليك ما أرغب في منحك إياه من معلوماتنا. ثم جلس في هدوء فوق مقعد مخملي مشابه وهو يستطرد: أنت الآن تعرف اسمي وكوكبي ولغتي، لكنك لا تعرف شيئا عن قوتنا، أما أنا فلقد حصلت من عقلك على معلومات تفوق أقصى ما كنت أطمح إليه، فأنت واسع الاطلاع، عبقري، لك عقلية نادرة حتى بالنسبة لسكان كوكب العظيم أرغوران. تطلع نور إلى عيني بودون في تحدي وهو يقول: لماذا لم تقتلنا؟ بدأ بودون باردا مخيفا وهو يجيب: لقد كانت هذه خطتي في البداية، حتى تغلبت عليكم، وعندئذ رأيت أنكم عينات مثالية تصلح لفحص جيد، وسيصر علماء كوكبي أن يدرسوكم عن قرب. ارتفع حاجب نور وهو يقول في حدة: هل تنوي حملنا إلى أرغوران؟ أجابه بودون في برود: بالتأكيد. انعقد حاجب نور في غضب وهو يقول: أنت حقير يا بودون. لم يغضب بودون، وإنما أجاب في هدوء شديد: كلا، أنا لست كذلك. ثم نهض من مقعده ودار حول مقعد نور في صمت، وملامحه توحي بأنه يفكر في عمق، ثم عاد توقف أمام نور قائلا: والدليل على ذلك هو أنني سأمنحك فرصة أخرى. سأله نور في توتر: أي فرصة؟ عقد بودون ساعديه أمام صدره وهو يقول: لعبة، سنلعب معا لعبة معقدة. ضغط نور أسنانه وهو يقول في حنق: أهذا ما تطلق عليه اسم فرصة أخرى؟ أجابه بودون في هدوء: بالتأكيد، فسيتوقف مصير كوكبك كله على هذه اللعبة، فإما أن تنتصر فيها وينجو كوكبك كله، أو تخسرها وتكون النهاية. انتوا دلوقتي بتسمعونا على قناة فونتانا سينما. فونتانا سينما على هوانا. هتف الدكتور عبد الله في توتر وهو يراجع الصور الجديدة التي أحضرها
رجال المراقبة الذين يحيطون بمدينة حورس. هل سنقف صامتين إذاء كل هذا؟ سأله القائد الأعلى في قلق. ماذا تقترح؟ صح الدكتور عبد الله في عصبية. أي شيء، ينبغي أن نفعل أي شيء. ثم دفع الصور أمامه وهو يستطرد في حدة. انظر إلى هذه الصور اللعينة، من الواضح أن نور وفريقه قد قاتلوا في بسالة على الرغم من افتقارهم للأسلحة المتطورة التي يمكنها الصمود أمام ذلك المقاتل الفضائي اللعين، ولكنه هزمهم في النهاية وأسرهم، ومن المحتمل أن يعمد إلى قتلهم. عاد القائد الأعلى يكرر: حسنا، ماذا تقترح؟ هتف الدكتور عبد الله في حدة: أن نقاتل معهم. عقد القائد الأعلى حاجبيه وهو يغمغم: لقد حاولنا وخسرنا 100 من أفضل مقاتلاتنا ومقاتلين أيضا. صح الدكتور عبد الله: هذا لا يعني أن نتوقف، ينبغي أن نواصل القتال ما دام فينا رجل واحد على قيد الحياة وما دامت في أجسادنا عروق تنبض. أجابه القائد الأعلى في حزم: هذا صحيح، لا ينبغي أن نستسلم أبدا. ثم ضغط زر جهاز التلفزيون الخاص الموضوع أمام مكتبه وهو يستطرد في لهجة صارمة: نداء خاص إلى قادة جميع الأسلحة، استنفار عام، سنشن هجوما كاملا بكل ما نملك من قوة وأسلحة على ذلك الفضائي الذي يحتل مدينة حورس. ظهر على شاشته وجه أحد قادة القوات وهو يقول في حزم: يمكننا أن نضحي بالمدينة كلها ما دام سكانها قد غادروها، ونبيد المعتدي الفضائي بواحدة من قنابل البروتون التي تفوق القنابل الهيدروجينية القديمة مئات المرات. هتف الدكتور عبد الله في جزع: وماذا عن نور وفريقه؟ تطلع إليه القائد الأعلى في حزم وهو يقول: أيهما أكثر أهمية في نظرك يا دكتور، نور وفريقه أم الكرة الأرضية كلها؟ شحب وجه الدكتور عبد الله وأطرق برأسه في مرارة وهو يغمغم: إنهم جزء منها. تنهد القائد الأعلى ثم التفت إلى شاشة التلفزيون وقال في حزم: نعم، يمكنكم استخدام قنبلة البروتون إذا لزم الأمر. ومن عينيه انحدرت دمعة حزن على نور وفريقه. تساءل نور في دهشة عن تلك اللعبة التي يتحدث عنها بودن، والتي سيتوقف عليها مصير كوكب الأرض كله. وفي هدوء ضغط بودن زرا في مقعد نور، فتحرر هذا الأخير من كل قيوده دفعة واحدة، وانزاح ذلك الغلاف عن رأسه، فنهض واقفا في تحفز، وخامرته فكرة مهاجمة بودن مرة أخرى، إلا أن هذا الأخير قال في برود: قبل أن تلجأ إلى أي حماقة، ينبغي أن تعلم أنني قد أحط نفسي بغلاف خاص من الطاقة يرتبط ارتباطا وثيقا بتلك الفقاعة التي سجنت داخلها زوجتك ورفيقيك، وإذا ما حاولت مهاجمتي فستسير غلاف الطاقة وينفجر في الفقاعة ويلقى رفاقك مصرعهم في الحال. شعر نور بحنق وسخط هائلين حينما وجد نفسه عاجزا على هذا النحو، فقال في حدة: حسنا، أهنا لعبتك اللعينة. ابتسم بودون في هدوء وهو يقول: هنا، ورفع ذراعيه فجأة، فتحول المكان حوله وحول نور إلى صورة هولوجرافية هائلة لفضاء شاسع مترامي الأطراف لا نهائي، تسبح فيه ملايين المجرات وبلايين الشموس والكواكب. ثم ظهرت سفينة فضاء صغيرتان في طرفه، ونول بودن لنور عصا صغيرة تحمل في أعلاها زرا فضيا وهو يقول في هدوء: هذه العصا تتحكم في حركة مقاتلتك الفضائية الصغيرة، وعصاي تتحكم في حركة مقاتلتي، واللعبة بسيطة، فهي تعتمد على أن نقاتل بعضنا البعض بمقاتلتينا، ومن يدمر مقاتلة خصمه يفوز. غمغم نور في دهشة: يا إلهي، إنها تشبه ألعاب البلاي ستيشن المجسمة التي يمارسها الصغار. ابتسم بودن وهو يقول في هدوء: نعم، إنها كذلك. هتف نور في حنق: هل تعني أنك ستعلق مصير كوكب كامل على نتائج لعبة بلاي ستيشن
هذا صحيح. صح نور في غضب أنني أرفض هذه الحماقة. قال بودن في برود وهو يضغط عصا قيادته: ليس لك الخيار أيها الأرضي. وعلى الرغم من اعتراض نور بدأت اللعبة، لعبة الموت. أقلعت 100 مقاتلة من قاعدتها المصرية وحلقت في سماء مصر في طريقها إلى الصحراء الغربية، وانطلقت في الوقت ذاته 100 الدبابات الليزرية وحاملات الجنود الإلكترونية ومدافع الليزر القوية، وكانت كلها تتجه نحو هدف واحد، مدينة حورس. وكانت الأوامر هذه المرة صريحة حازمة لا تقبل الجدل أو النقاش. كانت عبارة عن جملة واحدة: تدمير ذلك المقاتل الفضائي مهما كان الثمن. ولم يكن هذا الثمن عبارة عن مدينة خالية من السكان فحسب، وإنما كان فريقا من أفضل فرق المخابرات العلمية في العالم أجمع، فريق نور. التصق رفاق نور بجدران الفقاعة اللامعة من الداخل، وهم يتابعون في دهشة وتوتر ما يحدث بين نور وبودن وغمغمة سلوى في قلق. ماذا يحدث بالله عليكما؟ أجابا محمود في حيرة: لست أدري، يبدو أنهما يزاولان لعبة من ألعاب الفيديو. هتفت في عصبية: أصابهما الجنون أم أنه قد أصابنا نحن؟ أجابها رمزي في تفكير وجدية: لا هذا ولا ذاك يا سلوى، من الواضح أن تلك اللعبة ليست مجرد مباراة عبثية، بل أن النصر فيها قد يبدل كل الأمور، وإلا فما قبل نور أن يشارك فيها. سألته في توتر: هل تعتقد ذلك؟ أو ما برأسه إجابة وهو يقول: نعم يا سلوى، أنني أعتقد أن هذه اللعبة يتوقف عليها مصيرنا. لم يكن نور أبدا من هواة مزاولة مثل تلك الألعاب التي بدأ انتشارها في الثلث الأخير من القرن العشرين، والتي تطورت مع نهايات القرن العشرين إلى ذلك النوع من الألعاب المجسمة التي تعتمد على صورة الليزر الهولوجرافية، والتي تجعل اللاعب يتعايش تماما مع اللعبة حتى ليبدو وكأنه يندمج فيها اندماجا. ولكنه في هذه المرة كان يلعب في حماس شديد، كان يعلم أن الفوز في اللعبة هذه المرة لن يعني مجرد تحقيق رقم قياسي جديد أو ساعات من اللهو والمرح، وإنما يعني مصير كوكب بأكمله. لم تكن مجرد لعبة، وإنما معركة، معركة بين الكواكب. ولكن بودن كان محترفا في هذا المجال. كانت هذه اللعبة واحدة من وسائل التدريب التي يمارسها رجال المخابرات الفضائية في أرغوران، وكان بودن ينتصر فيها دوما. ثم أن مقاتلي أرغوران اعتادوا دوما الانطلاق والتعامل بجرعات خرافية لم يصل أهل الأرض إلى نصفها بعد، ولقد قفز ذلك بسرعة استجابة الأرغورانيين قفزة كبيرة من المستحيل أن يبلغها أهل الأرض قبل قرون بعيدة. وعلى الرغم من قلة خبرة نور، إلا أنه بذل أقصى جهده لمراوغة خصمه ومحاورته والإفلات منه، ولكن خصمه لم يكن بالخصم الهين، فقد واصل مطاردة نور في إصرار وعناد حتى وضع مقاتلته أخيرا في مرماه، وغمغم بلغته التي لا مثيل لها على كوكب الأرض: لا فائدة أيها الأرضي، إن أحدا لم يفلت منبوض من قبل. وأدرك نور عقم المحاولة، إلا أنه واصل الفرار والمراوغة، وقلبه يخفق في عنف وأطرافه تنقبض في قوة، وتوتر حتى ضغط بودن ذلك الزر الفضي في نهاية عصا القيادة، فانطلقت من طرف مقاتلته أشعة أرجوالية شقت طريقها نحو مقاتلة نور في سرعة مذهلة، وأصابتها في منتصفها تماما، فانفجرت في صمت وتناثرت أجزاؤها. وبركت عينا بودن وهو يقول في حرارة وظفر وسخرية: لقد انتصر بودن، لقد قتلتك أيها الأرضي، وأنا الآن أمتلك كوكبك، أمتلك كوكب الأرض كله. وبإشارة من يده تلاشى ذلك الفضاء الهولوجرافي المحيط بهما، والتفت بودن نحو نور وانتزع من حزامه كرة فضية وصوبها نحو بطلنا مستطردا في ظفر: أنت الآن ملكي. حاول نور أن يبتعد وأن يقاوم، إلا أن فقاعة صغيرة انفصلت عن الكرة واندفعت نحوه في سرعة مذهلة ثم أحاطت به. وفي نفس اللحظة ظهرت المقاتلات المصرية في سماء حورس وبدأت معركة جديدة.
رفع بودون عينيه في هدوء يتطلع إلى تلك المقاتلات التي ارتفع هديرها فجأة فوق الرؤوس، وارتفعت معه عينا نور ورفاقه، وهتف نور من داخل الفقاعة التي سجنه فيها بودون: يا إلهي، اهجموا أيها الأبطال، قاتلوا بكل قواكم، إنكم أملنا الأخير، بل أملنا الوحيد. وفي هدوء ودون ذرة واحدة من الخوف أو القلق، ضغط بودون دائرة صغيرة في حزامه فأحيط جسده ببريق عجيب، ثم تلاشى فجأة وعاد يظهر داخل مقاتلته الأرغورانية التي أكمل إصلاحها وأخرجها من قاع النفق قبل أن يستعيد نور وعيه. وفجأة وبهدير قوي عنيف أشبه بصوت طائرة تخترق حاجز الصوت، انطلقت مقاتلة بودون نحو المقاتلات المصرية، وأطلقت المقاتلات الماء أشعتها الليزرية في أن واحد نحو مقاتلة بودون، التي انحرفت فجأة بزاوية قائمة وانخفضت في سرعة مذهلة، ثم مركت أسفل المقاتلات وعادت تصعد بزاوية قائمة أخرى خلفها، ودارت حول نفسها ثم توقفت في الهواء. وهتف قائد المقاتلات في توتر: الهدف يتحرك بسرعة مذهلة، ولقد أصبح الآن خلف ذيول مقاتلاتنا و... وقبل أن يتم عبارته راحت مقاتلة بودون تدور حول نفسها في بطء وتتألق بألوان تتبدل في سرعة في تعاقب طيفي عجيب من الأصفر إلى البرتقالي إلى الأخضر فالأزرق ثم البنفسجي وهكذا، وخيل لقائد المقاتلات أن مقاتلاتهم تسبح فوق أمواج هادئة ترفعها وتخفضها بلا مقاومة، فعاد قائدها يقول عبر أجهزة الاتصال: السرب يتعرض إلى سلاح جديد، إن مقاتلتنا تعجز تماما عن الاستدارة نحو مواجهة الهدف، كل الأجهزة تعمل في انتظام كما تؤكد العدادات والمؤشرات، ولكن المقاتلات قابعة في أماكنها. استمع القائد الأعلى إلى تلك الرسالة في توتر بالغ وأجاب: فلتبدأ مدافع الليزر عملها، ولتتقدم الدبابات نحو المدينة. انطلقت مئات من مدافع الليزر نحو مقاتلة بودون التي توقفت عن الدوران فجأة وتألقت بضوء برتقالي قوي، ثم انطلقت كشعاع من الضوء مبتعدة فأخطأتها كل طلقات الليزر، وفقدت المقاتلات توازنها دفعة واحدة فتمايلت في عنف وارتجت في قوة، وهوى بعضها نحو الأرض وارتطم البعض الآخر ببعضه، وفقدت قواتنا الجوية في لحظة واحدة 40 مقاتلة أخرى، على حين انقض بودون في سرعة مذهلة على مدافع الليزر وأطلق من مقاتلته دائرة من ضوء أرجواني هبطت فوق 30 مدفعا فدكتها أرضا وسحقتها سحقا وحولتها إلى فتات. ثم اتجه بودون بمقاتلته نحو الدبابات الليزرية وهبط من المقاتلة حتى صار ينطلق بها على ارتفاع متر واحد عن الأرض، وأطلق من مقدمتها دائرة ضوئية أرجوانية أخرى اندفعت في سرعة لتشق عشرات الدبابات كسكين حاد يشق قطعة من الزبد الطازج قبل أن تختفي وتتلاشى. وعاد بودون يرتفع بمقاتلته بنفس سرعته المذهلة وبزاوية قائمة تماما، وهو يقول في سخرية: لو أن هذا أفضل أسلحتكم فأنتم هالكون لا محالة يا أهل الأرض. شعر القائد الأعلى وقادة الأسلحة بخصة في حلوقهم، وأيقنوا جميعا من استحالة النصر على ذلك الخصم المخيف، وقال أحدهم في يأس وهو يتابع ما يحدث على شاشته: لا فائدة، سنفقد جيشنا كله لو استمر القتال لعشر دقائق أخرى. غمغم القائد الأعلى في إحباط: ماذا عن قنبلة البروتون؟ أجابه القائد المسؤول: ينبغي أن نعود إلى المدينة أولا وأن نسحب جيشنا كله. ولم ينتظر القائد الأعلى ليسمع باقي العبارة، وإنما انحنى نحو جهاز التلفزيون وضغط زر الاتصال العام وهو يقول في حزم: انسحاب تام، فلينسحب الجميع من الميدان في سرعة طبقا للخطة 7. أكرر: انسحاب عام. تلقت أجهزة بودون هذا الأمر فابتسم في سخرية وتوقف بمقاتلته في السماء فوق منتصف ساحة مدينة حورس الرئيسية تماما، وراح يراقب انسحاب القوات بعينين ظافرتين وهو يغمغم في سخرية: تبا للأوامر، لقد كان بوسعي
أن أتم الغزو وحدي ودون الاستعانة بالأسطول الإمبراطوري الفضائي، وأطلق ضحكة عالية أشبه بمطارق معدنية تتصارع فيما بينها، ثم استطرد في سخرية: إن هذا يحسم الأمر، لقد انهزم كوكب الأرض وصار تابعا لأرغوران. خفقت قلوب نور ورفاقه في يأس وألم ومرارة حينما شاهدوا تلك الهزيمة الساحقة التي مني بها جيش وطنهم في مواجهة مقاتل واحد من أرغوران، وبكت قلوبهم في إحباط حينما انسحبت كل القوات وعاد بودون يهبط بمقاتلته وسط ساحة حورس ويغادرها في زهو، ثم يتقدم نحو نور قائلا في شماتة: إنها هزيمة كاملة، أليس كذلك؟ اختنق صوت نور وتحشرج وهو يقول: لماذا يسعى كوكبك لاحتلال الأرض؟ بدا وكأن السؤال قد أدهش بودون الذي أجاب في حيرة: ماذا تعني؟ من الطبيعي أن يسعى الأقوى لاحتلال الأضعف. صاح نور في مرارة: ولماذا لا نعيش في سلام جميعا؟ ارتسمت علامات التفكير العميق الممزوج بحيرة بالغة في ملامح بودون قبل أن يغمغم: سلام. كانت الكلمة عجيبة بالنسبة له، فلقد نشأ ونما في كوكب محارب مقاتل لم يرد في قاموسه أي ذكر لكلمة السلام، كوكب لا يعرف سوى القوة وضرورة أن يسيطر الأقوى على الأضعف. وفي فضول سأل بودو النور: ما الذي تعنيه بكلمة السلام هذه؟ أجابه نور في مرارة: أن يتجاور الجميع في ود ويتبادلون الخبرات والخيرات. وقاطعه بودون في حدة: وهل يحدث هذا على كوكبك؟ غمغم نور: إلى حد ما. صح بودون في غضب: أنت كاذب. ثم اعتدل مستطردا في صرامة: لو أن كوكبك يعيش في هذا السلام الذي تتحدث عنه، أكانت هناك ضرورة لتلك المهنة التي نمتهنها؟ إن وجود أجهزة المخابرات يعني وجود حرب دائمة. إنك لن تخدعني، هتف نور في يأس. السلام لا يتعارض مع اتخاذ ما يلزم للدفاع عن النفس. أنت كاذب. ثم حملت نبراته صرامة شديدة وحزما هائلا وهو يستطرد: لا يتحدث عن السلام سوى الضعفاء، الضعفاء فقط. أما نحن في أرغوران فنحن لا نعرف سوى الحرب والنصر، النصر وحده. شبك القائد الأعلى أصابعه أمام وجهه واستند بمرفقيه إلى سطح مكتبه وهو يسأل قائد الجيوش المسؤول عبر الجهاز: هل تم سحب جميع القوات؟ أجابه القائد المسؤول: كلها يا سيدي. تنهد القائد الأعلى وهو يسأله: وماذا عن قنبلة البروتون؟ أجابه القائد المسؤول في حزم: الطائرة التي تحملها تحلق الآن فوق السحب التي تغطي سماء مدينة حورس تماما، وتنتظر الأمر بإلقاء القنبلة. ازدرد القائد الأعلى لعابه وغمغم من أعماقه: معذرة يا نور، أعلم أننا سنضحي بفريقك كله، ولكن هذا هو الأمل الوحيد، الأمل في إنقاذ كوكب الأرض من تلك الغزاة. ثم رفع رأسه في اعتداد وحزم وقال في صرامة: ألق القنبلة وليرحمنا الله جميعا. لم يكد يتم عبارته حتى تلقت الطائرة الأمر وألقت القنبلة البروتونية فوق مدينة حورس، وبدأت النهاية. ألقى بودون عبارته الأخيرة الصارمة في وجه نور، ثم أولاه ظهره في حزم وبرود، إلا أنه لم يلبث أن تسمر مكانه بختة والتفت إلى نور يسأله في حدة: ما هي قنبلة البروتون هذه؟ تطلع إليه نور في دهشة عبر جدار الفقاعة وهو يقول: لماذا تسأل؟ صاح به بودون في غضب: لقد تلقت أجهزتي الآن أمرا موجها من قاعدتكم الرئيسية إلى طائرة تحلق فوق رؤوسنا على ارتفاع 10 كيلومترات منذ دقائق، يطلب فيها إلقاء قنبلة بروتونية على المدينة. فما هذه القنبلة وكم تبلغ قوتها؟ تألقت عين نور
وأدرك ما يرمي إليه قادته، ولم يخفه أن الموت يهوي فوق رأسه ورؤوس رفاقه في تلك اللحظة، بل شعر بالارتياح لأن الأرض ستتخلص من رسول الموت هذا، فأجاب في هدوء: لا تقلق يا بودن، ستعرف جواب سؤالك بعد لحظات. ومضت عينا بودن فجأة وهو يقول: بل لقد عرفت جواب السؤالين، عرفته من المعلومات التي انتزعتها من عقلك. انطلقت من بين شفتيه الساخرة الشبيهة بتقارع مطارق الفولاذ وهو يستطرد: ولكن المفاجأة ستكون من نصيبكم أنتم. وفي قوة ورشاقة اندفع نحو مركبته وقفز داخلها، ثم انطلق بها في سرعة مذهلة، فاتسعت عين نور في ذعر وهو يهتف: يا إلهي، إن ذلك الوغد سيبتعد، سينجو بنفسه ويتركنا نحن، لأنه تلقى قنبلة البروتون. وارتفعت عيناه وعيون رفاقه إلى السماء في هلع، ورأوها، رأوا قنبلة البروتون تهوي فوق رؤوسهم، فوق رؤوسهم تماما. هوت قنبلة البروتون في سرعة، قنبلة مستديرة تزن 100 كيلوغرام في حزم، ولكنها تكفي لإبادة مدينة، بل إبادة دولة كاملة. رأى نور ورفاقه الموت يقترب ويقترب، وأدركوا أنها النهاية، نهايتهم هم. ولكن فجأة ظهر بودن، ظهر وهو ينطلق بمقاتلته نحو قنبلة البروتون في سرعة وجسارة، وتصور نور ورفاقه لحظة أنه سيرتطم بها، ولكن هذا لم يحدث. لقد توقفت مقاتلة بودن بختة على قيد متر واحد من القنبلة، ودارت حول نفسها في سرعة مذهلة، فتوقفت القنبلة في الهواء كما لو أن الزمن قد تجمد بختة، وفي بطء تحركت القنبلة نحو مقاتلة بودن التي انفتحت أسفلها فجوة كبيرة احتوت القنبلة داخلها، ثم عادت تغلق من جديد. لقد سرق الألغراني قنبلة البروتون، إنه لم ينتصر عليها فحسب، بل أخذها أيضا. وهنا فقط فقد نور ورفاقه وفقدت الأرض كلها آخر أمل في النصر. وفي عزم وخيلاء عادت مقاتلة بودن إلى الساحة واستقرت في هدوء، وهبط منها بودن وعيناه تتألقان في ظفر وفخر، ووضع قبضتيه في وسطه وهو يواجه نور قائلا: لا فائدة. شعر نور أن قدميه تعجزان عن حمله من فرط ما يشعر به من يأس وإحباط ومرارة، فجلس في قرار الفقاعة على حين ضغط بودن أحد أزرار حزامه الذي يحوي عددا لا حصر له من الأسلحة والوسائل التكنولوجية المخيفة، فاندفعت فقاعة نور نحو فقاعة رفاقه وامتزج لتصبح فقاعة واحدة تضم الفريق كله. ثم اقترب بودن من الفقاعة الجديدة وهو يقول في برود ظافر: والآن استعدوا لبدء الرحلة، سأحملكم إلى أرغوران. وفجأة تألقت الفقاعة وأحاطت بها ملايين من الشرارات الكهربائية الصغيرة، حجبت عن نور ورفاقه ما يحدث خارجها، وخيل إليهم أن ضغطا هائلا يعتصر أجسادهم، فتآوهوا في ألم، واستمر الضغط والألم لحظات، ثم هدأ كل شيء، وتلاشت الشرارات الكهربائية في بطء، ثم اتسعت عيون نور ورفاقه في رعب هائل وذهول رهيب. فأمامهم، أمامهم تماما، كان هناك زوج من العيون بحجم مدينة كاملة، عيون بنفسجية مشقوقة طوليا كعيون الثعابين، عيون بودن الذي بدا لهم في تلك اللحظة وكأنما تحول إلى عملاق رهيب مهي، الذي بدا لهم في تلك اللحظة وكأنما تحول إلى عملاق هائل مخيف، وهو يحمل الفقاعة على راحته، وبدا لهم وجهه ككوكب أحمر تجري فيه مئات الأنهار الزرقاء، ولكن نظرة واحدة على ما حولهم ضاعفت رعبهم وذهولهم وأوقعت قلوبهم بين أقدامهم. إن بودن لم يتحول أبدا إلى عملاق، لقد حولهم هم إلى أقزام، أقزام في حجم عقلة الإصبع. في هدوء
علق بدن الفقاعة التي صارت في حجم كرة صغيرة في حزامه، ثم اتجه في ظفر نحو مقاتلته. لقد انتصر بودن، انتصر تماما. اتسعت عين الدكتور عبد الله في ذعر وذهول وانهار على المقعد المقابل لمكتب القائد الأعلى وهو يغمغم: يا إلهي، مستحيل. إذن فلقد قلصهم وحملهم معه، أو ما القائد الأعلى برأسه إجابا في مرارة وهو يقول: نعم، ولقد انطلق بمقاتلته مغادرا كوكب الأرض ولحق بسفينته الأم، وأظنه سيقلع بها عائدا إلى كوكبه. وتطلع إلى شاشات جهازه لحظة قبل أن يستطرد في يأس: بل لقد أقلع بها بالفعل، وعادت أقمارنا الدفاعية إلى العمل. سالت دموع المرارة من عيني الدكتور عبد الله وهو يغمغم: إذن فقد فقدنا نور وفريقه للأبد؟ أجابه القائد الأعلى في حزن: ليت الأمر يقتصر على ذلك يا دكتور عبد الله، لقد عاد ذلك المقاتل الفضائي إلى كوكبه ليعلن عجزنا عن مجابهته وليقود أسطول الغزو إلى كوكب الأرض. وظفر في مرارة قبل أن يردف: لقد فقدنا الأرض كلها يا دكتور عبد الله، فقدنا الأرض بسبب غزاة من الفضاء. جلس بودن داخل سفينته الفضائية هادئا، وأمسك بين أصابعه مكعبا أزرق اللون وهو يقول: وهكذا أثبتت التجربة أن سكان سينا 3 الذي يطلقون عليه اسم الأرض لن يمكنهم التصدي لغزونا أبدا، ولقد حصلت على عينة من أقوى أسلحتهم على الإطلاق، والتي تسمى بالقنبلة البروتونية، وبعد أن يقوم علماؤنا بدراستها ستكون لدينا فكرة واضحة عن المدى الذي وصلت إليه تكنولوجيا كوكب الأرض. أدار عينيه في هدوء إلى كرة شفافة صغيرة استقرت داخلها أجسام نور وفريقه الذين أصبحوا في حجم عقلة الإصبع وهم يتطلعون إليه في يأس واستسلام، وعاد يستطرد بنفس البرود: وكذلك حصلت على 4 عينات لكائنات من سينا 3، وأظن بناء على التجربة أنها أفضل العينات على الإطلاق. انتهى بودن من إملاء تقريره على المكعب الأزرق الرابع، ثم وضعه إلى جوار المكعبات الثلاثة الأخرى في هدوء، وأغلق عينيه وهو يسترخي في مقعده داخل سفينته الفضائية التي انطلقت عبر الفضاء والنجوم وهي تحمل نور وفريقه عائدة إلى كوكبه، كوكب أرغوران الذي انتصر هذه المرة أيضا، انتصر في معركة الغزاة، غزاة من الفضاء.